من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، وهدانا سبل السلام، وأكرمنا سبحانه وتعالى بخير كتاب ننزل، وفضلنا جل جلاله بخير رسول مرسل. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمداً عبد الله ورسوله، وصفيه من الخلق وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. وأحمينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلني وإخوتي من المتقين. ثم أما بعد، سعداء معشر المؤمنين والمؤمنات بهذا الشهر الكريم، سعداء بهذه الأيام المباركة، سعداء بموسم الخير هذا، شهر رمضان، هذا الشهر الكريم الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة ليكون موسم تجديد الصلة برب العزة سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أحبائي أن تجديد الصلة بالله عز وجل هي تجديد حياة المسلم برمتها، فإن أساس التجدد في هذه الحياة هو تجديد الصلة وتجديد العلاقة برب العزة سبحانه وتعالى. فلذلك معشر الأحبة، رب العزة سبحانه أكرم هذه الأمة بجملة من مواسم الخير. في هذه المواسم تتجدد العلاقة برب العزة سبحانه وتعالى، ومن ثم أحبائي تتجدد حياة المسلم كلها، بدءا بعلاقته بنفسه. فلذلك كان ما أكرم الله عز وجل به الأمة في هذا الشهر كان فعلا تجديدا حقيقيا ونهضة عملية في حياة كل مسلم ومسلمة. فلذلك أيها الأحبة، كانت أول خطوة يخطوها المسلم في هذا الشهر الكريم ويستحضرها العبد في هذه الأيام المباركات ويضعها نصب عينيه في هذه الليالي الفاضلات، كانت أول خطوة هي أن يتخلص من ذنوبه. فإن تجددك وتجديدك للحياة، لحياتك أخي المسلم أختي المسلمة في هذا الشهر الكريم، يقتضي أول ما يقتضي أن تتخلص من ذنوبك، أن ترمي ذنوبك بعيدا عنك. فهذه الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب كلها،
هذه الذنوب والمعاصي هي أيها الأحبة هي أصل الداء في حياة الإنسان المسلم. فلذلك كان المسلم في هذا الشهر الكريم يحرص أول ما يحرص على أن يتخفف من ذنوبه وأن يتخلص من معاصيه وأن يرمي هذه المثالب والكوارث أن يرميها خلفه ظهريا. فلذلك ورد في الحديث الصحيح أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فتأملوا جزاكم الله خيرا هذا المعنى النفيس الذي يتكرر في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما تحدث بشكل خاص عن رمضان قال بأن هذا الشهر الكريم إذا أدركه العبد فلم يغتنم فرصه ولم يستفد من نفحاته فهذا محروم. فقد ورد في الحديث الصحيح أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فإذا لم يستفد من رمضان ليتخلص من ذنوبه ومعاصيه لتتجدد حياته مع الله فإنه لن يستفيد من أي فرصة قادمة، فإنه محروم بكل تأكيد. فلذلك أيها الإخوة الأحبة كانت هذه اللحظات التي تعيشونها أيها الإخوة هي لحظات نفيسة ليتخلص العبد فيها من ذنوبه ومعاصيه، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا. فإذا تطهرت أخي الحبيب وخفت حياتك وخفت روحك وأصبحت تحلق إلى الله عز وجل بسلاسة وما عادت ذنوبك تثقلك وتجرك إلى الأرض جرا وتخلدك إلى الشهوات إخلادا، فإذا أنت تخلصت من هذه أصبحت فعلا تطير إلى الله، أصبحت فعلا تسير نحو الاستقامة سيرا حسنا. فلذلك تأتي الخطوة الثانية المباركة التي من خلالها تتجدد حياة المسلم في هذا الشهر، إنها معشر الأحبة خطوة الوقوف بين يدي الله في محاريب العبادة. فمحراب الصلاة محراب، ومحراب الدعاء محراب، ومحراب الذكر محراب، ومحراب القيام محراب، ومحراب الصوم محراب وأي محراب. فإن المؤمن في هذه الرياض كلها يذكر ويدعو ويستغفر ويتوجه فها هنا يصنع من جديد، وها هنا أيها الإخوة يحقق العبد عنصر الربانية في حياته في هذه الأجواء الإيمانية العميقة البليغة فيها تحرق الذنوب إحراقا. وسمي رمضان رمضان من الرمضاء التي هي الحرارة الشديدة لأنه في هذا الصيام أيها الأحبة تحرق ذنوب العبد إحراقا، فيغفر الله له ويرفع رب العزة درجته. فلذلك كانت هذه الخطوة أحبائي إخواني أخواتي من الخطوات البليغة، الدعاء، الدعاء عند الإفطار. في جامع الترمذي وصححه أن ثلاث دعوات لا ترد من هذه الدعوات الثلاث: ودعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الصائم حين يفطر. ومن هذه اللحظات لحظات الدعاء في قيام الليل وعند الفجر،
فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما ورد في صحيح مسلم في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أنا الملك. فهذه اللحظات أيها الإخوة الأحبة، هذه فرصتكم لتتذوقوها، لأن العبادة ليست حركات تقام بالبدن، وإنما أيها الإخوة هي سعادة يجدها القلب وحلاوة يحياها المؤمن. فإن المؤمن الذي عرف الله وسعد بذكر الله ونعم بلقاء الله، فإن ذكره لربه وسجوده لربه أحلى عنده من الدنيا وما فيها. نعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تأملوا ها هنا ثم تتم الحديث، تأملوا حلاوة الإيمان. والحلاوة ليست فهما، الحلاوة مذاق. فلذلك الإيمان في جوهره أيها الأحبة، الإيمان في جوهره عاطفة يعيشها القلب، أوله فهم، فهم ينير الله به العقل، ثم هذا الفهم يختلط بعواطف الإنسان وبكيانه، فيصبح عاطفة لا تستطيع فصلها عن الإنسان البتة. فإذا الخطوة الثانية التي من خلالها أيها الأحبة يتجدد العبد في هذا الشهر، يتجدد في محراب العبادة ويستشعر ويجدد هذا الشعور أنه عبد لله. فأنت أخي أختي، أنتم عباد لله عز وجل، يأمركم بالركوع فتركعون، يأمركم بالسجود فتسجدون، يأمركم بالذكر فتذكرون، يأمركم بالاستقامة في الحياة، فهل تستقيمون؟ إن هذا الإحساس وتجديد هذا الإحساس بالعبودية من أعظم ما يحقق التجدد في حياتك أخي المسلم. ثم معشر الأحبة تأتي الخطوة الثالثة من خطوات التجدد في شهر رمضان، وهي التجدد بالقرآن. انظروا معي بارك الله فيكم، انظروا معي هذا المعنى النفيس الذي نعيشه في هذه اللحظات، إنه معنى تكسير الحواجز وإزالة الحجب وتوطيد العقبات التي تحول بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال، والآيات في سياق فرض الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يقل وإذا سألك عبادي فقل إني قريب، لا، لا يرضى الله واسطة بين العباد وربهم. هذا الدين ما فيه رجال الدين، ما فيه باباوات وكهنة يحول بين الناس وبين ربهم، ويستغفرون ويتوسطون فيطلبون المعذرة للناس، لا، هذا الدين الصلة بينك وبين ربك مفتوحة. وربما كانت الصلة بينك وبين ربك أفضل من الصلة بين عالم من العلماء وبين ربك سبحانه، لأن المسألة مسألة قلوب أيها الإخوة الأحبة. فلذلك رب العزة أزال هذه الحواجز، ومن أعظم ما تتحقق فيه هذه المعاني صلتنا بالقرآن في هذا الشهر الكريم. شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان. يحزننا أيها الأحبة أن المؤمن في هذا الشهر يحرص على الصلاة جميل، يحرص على الذكر جميل، يحرص على الصيام جميل، ولكن مع الأسف لا يحرص على القرآن، ولا يحدد صورا في القرآن ليحفظها، ولا يحدد آيات ليتدارسها، ولا يجعل بيته دارا للقرآن. دار بيتك أنت تملك مفاتيحه وتملك القرار فيه، أنت فيه الرئيس وأنت فيه المقتصد وأنت فيه الأستاذ وأنت فيه الموجه، أنت وزوجتك، فلما لا تجعلون بيتكم بيت القرآن؟ فلما لا نحيي هذه المعاني في بيوتاتنا؟ فلما لما نرجع ونضع لباس عملنا لما لا نعطي لكتاب الله نصف ساعة؟ لما لا نعطي لكتاب الله نصف ساعة؟ لما؟ فإن المسألة تحتاج منا أحبائي إلى فهم، تحتاج منا إلى انتباه، لأن هذه الحياة لا تصلح بالغافلين، فالغافل سرعان ما يجد نفسه في جهنم والعياذ بالله. وإنما هذه الدنيا تحتاج إلى الإنسان اليقظ، الإنسان الفطن الذي لا يفوت الفرص وإنما يقتنصها اقتناصا. فلذلك أحبائي شهر رمضان شهر القرآن، جعلوا حياتكم مفتوحة للقرآن، دعوا القرآن يدخل إلى قلوبكم، اجعل نفسك، تخيل نفسك أسلمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل الصحابة؟ مجرد ما يسلمون فإنهم يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتحون عقولهم وقلوبهم للقرآن. هذا هو الطريق، ولا طريق سواه بالله عليكم، لا طريق يمكن أن يوصل إلى ما يحبه الله ورسوله سوى هذه السبيل، إلا هذا الطريق. نحن مع الأسف ارتبكت أمورنا ارتباكا، وما عاد الإنسان يحسن البداية، فماذا تنتظر من الإنسان سيء البداية؟ فلذلك أحبائي إذا فتحنا حياتنا للقرآن فإنها ستتجدد بالقرآن، لأن القرآن يفعل في القلوب فعل السحر. القرآن كلام الله، فإذا دخل إلى هذه الذات التي هي خلق الله أحدث فيها ما لا تتصور، فاجعل القرآن الكريم يدخل. فلذا لاحظوا من أخطر ما حوربت به الأمة في زماننا المعاصر حرب على العربية، محاربة العربية، لأن العربية إذا اختفت اختفت الصلة المباشرة بالقرآن، وحسرته على هذه الفاجعة. فإذا أحباء الخطوة الثالثة التي من خلالها نتجدد في هذا الشهر الكريم أن نفتح قلوبنا للقرآن الكريم. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. الله يجزكم بخير قليلا يا الأمام. أفسحوا لإخوانكم في المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. ثم أيها الإخوة الأحبة، مما تتجدد به حياتنا في هذا الشهر الكريم تتجدد أيها الإخوة الأحبة من حيث الاهتمام ومن حيث السلوك، وهذا عنصر عجيب فتأملوه جزاكم الله خيرا. إن هذا الشهر الكريم يلقي بظلال من الاهتمامات النوعية على حياة الإنسان المسلم وعلى حياة المسلمة، ف
فإن هناك عناصر تدخل بقوة في برنامج المسلم في هذا الشهر، مما يؤثر على اهتمامه ويبين طبيعته. فمن ذلك أحبائي أن يكون همه المحافظة على الصيام، هذا هم يؤطر يومك كله ويؤثر على ليلك، لأنك في ليلك تستعد للنهار، وفي نهارك أنت مجتهد في المحافظة على العبادة، وهذا شيء عجيب. كذلك يدخل الحضور إلى المساجد والمراكز، يدخل إلى حياة الإنسان المسلم من الأبواب الرحبة، فيصبح المسجد والمركز حاضراً، يصبح الصيام والأذان والطاعة والمغرب والفجر وغير ذلك حاضراً بقوة. وهذا الاهتمام لا يبقى محصوراً عند الإنسان، لا، وإنما يفيض أول ما يفيض على أهله، على أبنائه، فينشأ الأبناء على هذا النوع من الاهتمام، وهذا مهم جدا، لأن التربية أحبائي لا تكون بالمقال فحسب، وإنما التربية تكون أساسا بالحال قبل أن تكون بالمقال. التربية تكون بالسلوك، بالقدوة، بالعيش، بنمط الحياة. فنحن في هذا الشهر الكريم نحيي نمطا عجيبا في بيوتاتنا مع أبنائنا وبناتنا، وهذا مهم جدا على مستوى حفظ الهوية، على مستوى حفظ الدين في حياة أبنائنا وبناتنا. وأسعد لما أجد في بعض بيوتات إخواننا ها هنا لافتات تعلق فيها التهنئة برمضان في بيوتاتهم، يعني الصغار يهنئون الكبار، والكبار يهنئون الصغار، والكبار يحتفلون بالصغير وبالصغيرة إذا صام يوما. هذا عمق التربية أحبائي، أنتم بهذا تصنعون المستقبل، لأن هذا الهم وهذا الاهتمام هو الدين. لأن الإنسان قبل أن تنظر إلى شكله وكذا، انظر إلى همه واهتمامه. فإذا هذا الاهتمام كله يتبدل، الانكباب على القرآن يتبدل ويتجدد، فهذا يحيي أيها الإخوة الهم الأصيل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم خلال السنة كلها. أنت أخي الحبيب أختي الكريمة عندك هم واحد في هذه الدنيا، كيف تطيع الله وكيف تخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنك، وحينما تصل الموت إلى الغرغرة، تصل الروح إلى الغرغرة، تسمع نداء الملك هنيئا لك، ألا خوف عليك ولا تحزن، فتسعد بلقاء الله. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. فلذلك هذا الهم العظيم ينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا كلها دون استثناء، وأن يعيش هذا أبناؤنا وبناتنا. ومن أحبائي من المزيد من الاهتمام بهذا أن نجعل علاقاتنا بأبنائنا وأهلينا، أن نجعل منها علاقة جديدة في هذا الشهر الكريم، أن تتجدد بالرحمة، أن تتجدد باللطف واللين والعطف، أن نراعي حرمة هذا الشهر. حتى الإنسان الذي كان غضوبا، وما أكثر الغضب في هذا الزمن، وما أكثر الناس الذين يغضبون ويقلقون بسرعة، حتى إذا كان المسلم وكانت المسلمة هكذا في هذا الشهر الكريم ينبغي أن نتسم بالهدوء. وحتى إذا أقلقك الإبن يمكن أن تقول له أنت محظوظ، لأننا في شهر الصيام والخير، وهكذا. فترسخ فكرة أن العبادة تهذب السلوك حتى عند الولد. فلذا من أجمل ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كانت له خيمة خارج الحرم، تعرفون الحرم المكي والحرم المدني محدد، الحرم المدني من جبل عير إلى غار ثور في المدينة، إلى جبل ثور في المدينة، والحرم في مكة واضح معالمه منذ عهد إبراهيم. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أغضبه أحد أبنائه داخل الحرم، يعني داخل حرم المدينة وكذا، يقول له اسبقني عند الخيمة خارج الحرم، لأنه لا يعاقب داخل الحرم. فارتبط الحرم
وارتبط بالأدب وبالتعظيم وهكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يغضب ولا يسخر، فإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. هذا يتعلم الإنسان الأدب. فنحيي أيها الإخوة، نحيي هذه المعاني داخل بيوتنا ومع أهلينا، فنتعود ما يريده الله منا من الرحمة ومن الصبر. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا حال المؤمن. ثم أحبائي، نجدد علاقاتنا بإخواننا المؤمنين في مساجدنا ومراكزنا، أن يكون حضورنا رحمة. نحن في زمن تفرقنا فيه بما فيه الكفاية، وابتعدنا فيه بما فيه الكفاية، وتفرق شمل الأمة في المدينة الواحدة، بل في الحي الواحد، بل في البيت الواحد في بعض الأحيان. فعندنا ما يكفي من التفرق والتشرذم، عندنا ما يكفي. فلذلك أول الحلول هي أن تعيشوا الوحدة في قلوبكم، وأن تعيشوا الرحمة بإخوانكم في حياتكم. لا تسب أخاك، لا تغتبه، لا تنقص من قيمته. قل: وما تفهمش، أنا الذي أفهم، ومن تكون أنت حتى تفهم؟ المؤمن لا يقول هذا، وإنما المؤمن إلف مألوف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يألف ويؤلف. فيكون حضورك مع إخوانك حضور رحمة، حضور لين، حضور لطف، حضور محبة، وحضور عون ودعم. دائما تأتي إلى إخوانك وأنت إلى جنب العبادة، تسأل نفسك: ماذا سأقدم لتقوية إخواني؟ ماذا سأقدم للإسلام في هذا البلد وفي هذه المدينة؟ أنت أخي الحبيب لا تتعامل مع هذه الأشكال والأسماء، أنت تتعامل مع الله عز وجل. فلذلك هذه المعاني الروحية الواجب أن نعيشها بعمق في هذا الشهر الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المؤمنين كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلاحظ، هذه اليد مع هذه اليد، فإذا لم تحسن إلى هذه اليد فتعين على تطهيرها، فإنها لا تسيء إليها فتضربها. هذا حال المؤمن، أحسن، وإذا لم تستطع الإحسان لا تسئ. وأخطر ما ينتبه المسلم إليه أن نحيي الطين وننسى الدين. الكثير من الأسماء والشعارات والله ليست سوى طين، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا أبيض، هذا أسود، هذا جنسية كذا، هذه جنسية كذا. من الذي صنع هذه؟ الدين؟ من الذي فرق هذه الجنسيات؟ ألا أليس الاستعمار هو الذي فرقها؟ أنقدم أيها الإخوة هذه الأشكال الاحتلالية الطينية على قوله تعالى: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. هذا الفرق الجوهري بين الذي يعيش دينه وإيمانه، وبين الذي يعيش أسماء الطين وأشكال الطين. فالمسلم في هذا الشهر الكريم يتدرب على هذا المعنى، فيسأل دائما: ما الذي أضيفه؟ ثم أخيرا، تتجدد حياتك بمن تعيش بينهم. أنا وقت ما خرجت برا على أي يرافقني إحساس مقلق، دائما أقول: ماذا سأقول لربي إذا سألني عن هؤلاء غير المسلمين هنا وهنا، ربما أسكن إلى جنبهم، ماذا سأقول لربي؟ ما بلغتهم شيئا، بل ما أعطيتهم حتى صورة حسنة للإسلام، ما كنت عنصر هدايتهم يوما. ففي هذا الشهر الكريم ينبغي أن يحس الناس بما نعيشه من الرحمة وما نعيشه من الخير. فاللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين، خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الدين. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عليك بالظالمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لعبادك آية. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا بلاء إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظنا في أبنائنا وبناتنا، وأن تحفظنا في ديننا وأرزاقنا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين، وتولى أمرنا أجمعين، واقض حوائجنا أجمعين، وتقبل صيامنا وقيامنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني، قبل أن أنزل أذكر بعمل الأحد بإذن الله تعالى. الحمد لله، في كل تراويح الدرس مستمر كما يعلم الإخوة. نذكر كذلك الحمد لله بالحفل الخيري الذي تنظمه الهدى، ننظم هذا المركز العامر الحفل الخيري يوم الأحد بإذن الله تعالى بالقاعة المجاورة. وهذه سنة من السنن الحسنة الحمد لله لدعم مراكز الخير والتنافس في فعل الخير والاجتهاد في هذا الشهر المبارك في النفقة والصدقة، لأن النفقة والصدقة في هذا الشهر إخوتي الأحبة لا يعدلها شيء، يضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. والمسلم يحرص أن لا يفوته هذا الخير، ينفق بالكثير وينفق بالقليل، المهم أن لا يفوته هذا الخير. ثم حضوره مع إخوانه وأخواته فيه دعم لهم، وفيه الحمد لله تكثير لسوادهم. وقد ورد في الأثر: ومن كثر سواد قوم فهو منهم. فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. والبطاقات، بطاقة الحضور موجودة عند الباب، الله المستعان، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.